داكشي ديال النينجا فات فات نطرش طابون ديما ما سعود القحباق سير اويلي عز بكم الدراري شوف اي بتيني ما العرب طلعوا لي في كاريز بي عرفتوني تنخبي عليكم حتى لعبه ماشي صابري حنا خوت وحنا عائله بعضياتنا ما تنخبي عليكم والو صابري مشيت للقنصليه باش تعرف فرنسا وين ولا ولاد القحاب علاش راه انا عذرو حيت المغاربه جاونا تيقودوا علينا فهمتيني عطيتهم الوراق شريت التنبر ديالي التنبر ديال 225 اورو 2200 درهم شريت التنبر ديالي شريت المسائل ديالي واحد خونا واحد خوتنا عيطات عليا بسميتي بقيت مشيت جلست في بلاصتي تنتسناها هادشي راه مشيت معايا جمعت مع كان عندي الرونديفو مع 11 ونص بقيت من 11 ونص حتى لشي 3 ولا 4 وانا تنتسنى ولاد القحاب دايرين ايطاج خاصي بالمغاربه ولي زافريكان تلقى دوك لي زافريكان جايبه شي ولده ومعلقه فوق دارها بنت القحاب بحال عايشه في غينيا ولا البيني ولدها تيغوت وخارج خنونه مرونه القضيه وانا ما عرف انا كرا واش داخل بين كاد الدوره ولا ولاد القحاب بيجيو لنا ريفو ديال القلاوي كامل بيريفو له المغرب ما شاء الله بنادم حاس من لا ميزير والله تيخرجوا دوك العزين يا صاحبي فهمتي دوك اللوين تبقاو تيبقاو تيهضروا بالجد فعلينا شعيطت لي اختنا قلت واه الدري ظريفه يتشير معايا مزيان ريحت قدام مع اخوتي قالت لي جبد لي الوراق بجيت نجبد ليها طن 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 عندي الطوسي كامل وشوف انت بنت القحباش تقول لي قالت لي بي خصك قالت لي خصك واحد الدبلوم تاع اللغه الفرنسيه فرنسيه قلت لها بوركو تاع مو جو بارل فرونسي قالت لي كومون جو في سافوار Je parle français, regarde là, je parle français. Ah, tu peux me parler le français, je te réponds. Et là, on a besoin du justificatif. Là, j'ai pas le justificatif, je vais te dire que dans le document. Je vais te dire que j'ai la sécurité sociale. Je vais te dire que j'ai fait l'heure, je vais te dire que j'ai fait l'heure, je vais te dire que j'ai fait l'heure. Je vais te dire que j'ai fait l'heure, je vais te dire حيت انا جبت مشيت للقنصليه هنايا مشيني وقريساوني في 90 درهم 90 اورو زعما قلت لك 90 درهم مشيت على اساس بغيت نجيب عقد لي جديد لي فيش انديفيديو راه مغاربه ديالنا ولاد القحباش فار مشيت دخلت قلت اخويا الباسبور بقات لي فيه واحد 9 ايام وبغيت واحد فيش انديفيديو بغيت نحط الباسبور وبغيت نقاد فيش انديفيديو فيها سميتي وكنيتي بانني انا مقيم في باري هذه هذاك اوكي قلت ليه بشحال الورقه حاسبين عليا بشحال 7 اورو 7 اورو الوغ كو تنبر لي ملصق ليا في الورقه ديال هي 3 هي 30 درهم الاولى ولاد القحاب دوزتها ماشي مشكل الثانيه بغيت نقاد الباسبور قال لي خصك تقاد مع الطلاق قلت ليه انا بغيت نقاد ديال الباسبور قال لي لا خصنا نجيو لك لادريسه ديالك تاع فرنسا في الباسبور ولا كارت صدقت مع الصباح خارج ما فاطر ما مقود فمي خانز مقود عليا اللي شاف فيا تيتخلع خريت 100 اورو ورجعت تقود في حالاتي علاش حيت ولاد القحاب ملي عطاوني الورقه الباسبور ملي عطاوني الورقه عرفتي شحال دايرين فيها دايرين فيها 5 اورو واش ولاد القحبه انا تنعطيك 50 درهم وتطلب لي 1000 درهم واش ماشي الحوازه واش حنا تابعيننا هنا حتى انا تحوا فينا حازقين منكم لهنايا شي يجرو فيها زعما راسهم ناس ظريفين ولاد القحاب انا راكو صحابني بعدا فرنسا دايره هكا ما نجيش الزمل بوا العرب فين ما خرجتي حميد عاديل سيمو القلاوي انا بغيت نعيش مع بنادم براني بغيت نعيش مع الكحل خرجت تلقى بنادم تيقول ايش لي بيجيش اي لاف يو تو ماتش جيف مي سام شي لعيبه يو ار جود دابا شوف غير الفرق كيجي بلا ما نهضروا على القنوات تاع امريكا أميمون بشوية أحمد بشوية ويلي ويلي بشوية فيه وجيبو بشوية أنا عبد الوالدية ياتيك أمي بشوية أنا عبد من القاضي قاعد أهلي القاضي خويا بشوية